دايما الحمص في المطاعم أذكى من البيت، اليوم راح نعمله في البيت وأذكى من المطاعم. عندي علبة من الحمص، انتم شايفين فقط حمص ومي وملح، بإمكانكم تسلكوه في البيت وعندي فيديو سابق كيف تسلكوه في البيت وأطيب من الجاهز. لازم يكون طري، انتم شايفين على طول الكش بتطلع، وحتى يطلع معنا ناعم لازم نقشر الحمص بهاي الطريقة. بنغسل منيح، بعدين بزيد المي، بصير احرك الحمص بايدي حتى تطلع القشور كلها، بعدين بضيف مي وشوي شوي بصير اصفي فيه كل القشور بتطلع معي زي ما انتم ملاحظين. اضيف محضرة الطعام، اضيف الملح، انا بستخدم ملح الهيمالايا، العصير الليمون، حتى الماكينة تتحرك معي راح اضيف لها شوي من اللبن. الاثناء راح احضر الطحينية، المطاعم ما بتضيف عصير ليمون على الحمص، بتضيف فقط ملح الليمون، لهيك راح احضر الطحينية لوحدها ما اضيفها على الحمص مباشرة، لكن حتى اتحكم بقوام الحمص وما ازيد ليمون، وظني اخلط فيهم حتى ينعم معي. اضفت كمان القليل من الطحينية وكمان من عصير الليمون، اذا ضفت الثوم لازم تستهلكه خلال 24 ساعة، والمطاعم كمان بيضيفوا الزيت النباتي مش زيت الزيتون، راح اضيف القليل من زيت الزيتون، وهيك بكون اطيب صحن حمص في البيت جاهز معنا. قدموها مع الخبز وكمان مع الخضرة كتير طيبة، وما تنسوا تحضروا فيديو طبق الفول، جربوا طريقتين واكتبوا لي رايكم في التعليقات، ونراكم في فيديوهات قادمة ان شاء الله.